ننتقل إلى زاوية أخرى وهي زاوية مناظير. زاوية مناظير مع الكاتب والصحفي زهير السراج من صحيفة الجريدة، جاءت اليوم تحت عنوان مسرحية المحكمة الجنائية. ابتدر زهير السراج هذه الزاوية وهو يقول: كتبت مقالا على خلفية زيارة المدعية السابقة للمحكمة الجنائية فاتو بن سودا إلى الخرطوم في شهر أكتوبر الماضي لمناقشة تسليم المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور إلى المحكمة الجنائية. قلت فيه إن الحكومة لن تجرؤ على تسليم المتهمين إلى المحكمة خوفا من العسكر، وستعود بن سودا إلى هولندا وتستمر التصريحات الهزلية من دون أن يحدث شيء. يستمر زهير السراج بالقول: بعد أقل من أسبوع بعد صدور قرار مجلس الوزراء عقب اجتماعه المغلق بتسليم المتهمين إلى المحكمة الذي خدعت فيه أجهزة الإعلام العالمية وتداولته على نطاق واسع جدا باعتباره صادرا من أعلى الجهات التنفيذية، تراجعت الحكومة عن قرارها وتغيرت النبرة الحكومية، وأعلنت وزيرة الخارجية خلال لقاء مع ممثلي دول الترويكا التزام الخرطوم بالتعاون مع المحكمة الجنائية في محاكمة المتورطين بجرائم حرب في دارفور. يمضي زهير السراج وهو يقول: بإعادة قراءة تصريح وزيرة الخارجية سنكتشف أنه لا يحمل التزاما بتسليم المتهمين إلى المحكمة عكس ما ذهب إليه قرار مجلس الوزراء بشأن تسليم المتهمين، والمقصود منه الخيار الذي طرحته الحكومة بالتشاور مع محكمة الجنائيات، وحتى هذا الخيار لا يوجد ما يدل عليه في الوقت الحالي حيث لم تتحرك الإجراءات في هذا الاتجاه خطوة واحدة. ختم زهير السراج زاويته وهو يقول: التصريحات ظلت تتوالى، ومن أشهرها تصريح للبرهان أمام حشد من قادة الشرطة قبل أكثر من عام بأن أحد أسباب تحفظهم على قرار مجلس الأمن بإنشاء بعثة دولية في السودان للمساعدة في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية بأن لا يكون لها صلة بالمحكمة الجنائية، وهو ما يؤكد عدم رغبة العسكر في تسليم المطلوبين. لن تجرؤ الحكومة على تسليم المتهمين من دون موافقة العسكر الذين لن يوافقوا خوفا على أنفسهم، وستتوالى وتيرة التصريحات والمسرحيات الهزلية وتظل العدالة ضائعة.